هاي. بغض النظر عن غنى أي مدينة أو فقرة إلا ما نلاقي أثر لرسم جرافيتي شي محل فيها. بيتم صرف مبالغ مالية مرتفعة سنوياً لإزالة رسوم الجرافيتيز من عدة أماكن وبأكثر من بلد، وبتزيل لوس أنجلوس مثلاً وحدة حوالي 3 كيلومتر مربع من الجرافيتيز كل سنة. ومع أن رسوم الجرافيتيز هي ضد القانون، في أكثر من 1650 حيط جرافيتي شرعيين بالعالم. بيصر عدد كبير من رسام جرافيتيز على عدم الإفصاح عن هويتهم لتجنب التداعيات القانونية لرسوماتهم، ومن بينهم بانكسي. مين قال إنه رسام جرافيتي ديفيد شو يلي رسم على حيط بمكاتب فيسبوك سنة 2005 حصل على بدله المادي على شكل أسهم فائت 200 مليون دولار سنة 2012؟ أنا قال بشوفكم بكره.